مرحبا مرحبا عسلام. لاباس لاباس يا عايش. عرفنا عليك، انا ورد عتيق، ننشط في حزب الوطن الاشتراكي، كنت توا موجوده في الوقفه عدد 500 من اجل كشف حقيقه اغتيال الشهيدين شكري بالعيد محمد البراهمي. الوقفه هذه هي وقفه دوريه يقوموا بها الوطنيين والمناضلين في تونس كل يوم أربعة، اللي هي وقفة معناها دورية مستمرة منذ اغتيال الشهيد شكري بالعيد. اليوم ديجا 500 جمعة على اغتيال الشهيد شكري بالعيد. دونك كنت موجودة أنا ورفيقاتي ورفاقي في الوقفة هذه من أجل كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وكشف حقيقة الإرهاب والفساد في تونس. كي نحكيو على الفساد اليوم في تونس، الفساد انا نقول انه الحكومات اللي تعاقبت من 56 اليوم، البارونات الفساد، اصحاب رؤوس الاموال اللي تنهب في البلاد، هما الكل معناها يتحملوا مسؤوليه الفساد، والضحيه كان الشعب التونسي على امتداد عقود من الزمن الى اليوم. الحكومات اللي تعاقبت على حكم تونس كلها متورطه في الفساد، متورطه في العماله، متورطه في رهن البلاد، في بيع ثرواتنا وفي رهن شعبنا، خاصه الاملاءات الاجنبيه والصندوق النقد الدولي. واليوم هنا نشوفوا معناها في البوليميك اللي صاير حول قانون الميزانيه 2023 والبارونات الفساد والحكومه اليوم والضغوطات اللي قاعدين نشوفوا فيها من اجل تمرير املاءات صندوق النقد الدولي، اللي بتبيعتها معناها ما تخدم كان مصالح وكلاء الاستعمار وكلاء الاملاءات الاجنبيه، وبتبيعها تتعارض مع مصالح الشعب التونسي كما شفتوا معناها تجلياتها في عده اجراءات، كما رفع الدعم، كما تجميد الوظيفه العموميه، كما بيع المؤسسات العموميه. هذوما الكل معناها هي املاءات واجراءات صندوق النقد الدولي اللي يحب يفرضها على الشعب التونسي وعلى تونس. ونحن معناها كوطنيين وكقوى وطنية وديمقراطية في البلاد هذه، رانا حتى ولو كنا معناها شوية، حتى ولو كنا أقلية، رانا باش نبقاو ديما نناضلوا ونتصديوا للإملاءات والإجراءات هذه ولأي حكومة وأي عميل في البلاد. شوفوا اليوم المواطنين يتشكوا ويقول لك أي مجال فيه فساد. والله كما كنت نحكي لك، هو اي مجال معناها بطبيعه هذيك ثمار سنين معناها من اي حزب يجي معناها يشد الحكم وماهوش يخدم في مصالح الشعب ويخدم في مصالح استعماريه، اكيد معناها باش ينتهج الفساد كطريق في المجالات الكل. معناها كيما مثلا حركة النهضة كي شدت الحكم حطت ولادها الكل معناها من غير لا كفاءة لا حتى شيء، حطتهم في الإدارات وفي المؤسسات الكل. معناها اللي شدوا الحكم في الفترة هذيك الكل هما اللي حطوا ولادهم من غير حتى كفاءة في المؤسسات الكل، هذايا معناها ضرب من ضروب الفساد. مثلا أكيد في المجالات الكل، فما في الاحتكار، فما في المؤسسات العمومية، الناس اللي تخدم معناها كيف معناها مصالح أخرى ماهيش مصالح المواطنين وماهيش مصالح الشعب، هذه كلها معناها فساد. والفاسدين الكبار في تونس هما أصحاب رؤوس الأموال اللي يبحثوا كان على الربح والربح الأقصى وما يهمهمش معناها في المواطن وما يهمهمش في الشعب، واللي يستغلوا معناها الخدامة، واللي يستغلوا المواطنين، واللي يستغلوا احتياجات المواطنين باش كيما نشوفوا اليوم غلاء الأسعار. دونك هذه الكل تتجلى في إطار معناها ملفات الفساد اللي المفروض راهي تطرح اليوم على الطاولة، كيف زاد ملفات الإرهاب والاغتيالات اللي المفروض معناها يتحل فيها تحقيق جدي، كذلك الفساد اللي ينخر في القضاء. وشفنا معناها قداش كان فما تعتيم على برشا قضايا، كيفاش فما برشا ناس معناها ما خذتش حقها، ومعناها واضح ظاهر انه فما فساد كبير في القضاء، خاصة الملفات اللي انا مثلا كما كنت نحكي كنت في الوقفة 500 لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية. معناها باش نعطي مثال، مثلا لجنة الدفاع ولا لجنة الدفاع عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي
معناها والملفات اللي كشفتها، ولولا وجود الهيئه هذيك ولولا وجود معناها مناضلين احرار في تونس والوقفه الدوريه هذه، ما كناش معناها نعرفوا حتى شيء على الغرفه السوداء، على برشا ملفات اخرى، على الجهاز السري، على برشا حاجات تكشفت في القضاء وتم معناها تعتيمها والتلاعب بها، برشا ملفات تم التلاعب بها اللي هي كانت تساعد في كشف حقيقه الاغتيالات السياسيه. اليوم المواطن نشوفوه عازف للحياة السياسية، ما عادش يهمه شكون يشد شكون ما يشدش، أحزاب ما عادش يهمه في هذا، كل حاجته بلقمة عيش. عزوف المواطن على العمل السياسي هذا نتيجة طبيعية معناها للواقع السياسي المتعفن معناها منذ سنوات، كما كنا نشوفه معناها حكم البرلمان شفنا كيفاش كان مهزلة بأتم معنى الكلمة، شفنا زادة معناها الحكومات اللي تعاقبت حتى بعد انتفاضة 14 جانفي، زادة كيف كيف معناها زادت تفقير الشعب وزادت مزيد معناها زادت الفساد، فما الإرهاب. دونك طبيعي جدا انه المواطن معناها في باله انه الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية كلها معناها هي بيدها اللي كيما اللي حكمت، دونك طبيعي انه ينفر منها. ما فما سياسات اخرى زادة ممنهجة من برا اللي قاعدة تخدم باش الشعب التونسي ولا الشباب التونسي يبعد على الوعي السياسي ويبعد على العمل السياسي باش هي تزيد اكثر معناها تسيطر على البلدان هذه، نحكي على المستعمرات واشباه المستعمرات كسوا تونس كسوا معناها البلدان الاخرى في الوطن العربي وغيره. نحكي توا على الشباب، شباب مهمش، الشباب كيف وكيف أقصى أحلامه هو الحرقة الشعب التونسي معناها أكيد متضرر بنسبة كبيرة زيادة من معناها من سياسات المنظومة الحاكمة، لكن الشباب راهو ما نجموش نحكيو على شباب هكاكا في العام، خاطر الشباب معناها فيه معناها تختلف تصنيفاته، معناها أنت وانتماء الطبقي. بالنسبة لي أنا الشباب كل واحد وانتماء الطبقي، معناها هذاك المحدد. دونك انا نعتبر صحيح هو الشباب فئه فيها معناها عندها خاصيات تجمعها، لكن راهو المحدد باش نوصفوا الشباب شنو هو معناها ما هو طبقي. الشباب مش الكل ينتمي لنفس الطبقه، مش الكل يعاني نفس المعاناه، مش الكل معناها يعيش نفس الظروف، فبالتالي ما نجمش يكون هو الكل معناها عنده نفس الاهتمامات ومعناها وعنده نفس النتائج. معناها مش معناها الشباب بالطبيعه الشباب المهمش المفقر اللي يعاني من البطاله اللي باش يلتجئ للحرقه وباش يلتجئ معناها لحاجات اخرى ويرمي روحه للموت، هذاك متضرر بطريقه مباشره من نظام ومنظومه الحكم، وسبب اللي يخليه يمشي للموت هو التهميش والفقر والبطاله معناها طبيعي. كلمه الختام، كلمه الختام نحب نقول المجد لكل الشهداء ولكل الاحرار وللناس اللي معناها استشهدت من اجل القضايا العادله في اي مكان ايا كان، والخزي والعار للعملاء والخونه.